السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة بروسو. دي فيديو دي فيديو القناة إن شاء الله النهاردة تكملة لدورة سي شارب سيستم دوت أي أو. إن شاء الله النهاردة هنشرح الفايل والفايل إنفو. شرحنا الحصة اللي هي الفيديو اللي فات عن الدايركتوري إنفو والدايركتوري. الناس اللي ما تعرفش إن إزاي تجيب الموقع ده أو اللي أنت تحوله يعني الموقع اللي هو بيشرح فيه المكتبات وكده، اللي هو السيستم دوت اي او، شارح مكتبات كتيرة جدا في السيستم دي، اللي هو موقع في مايكروسوفت اصل الاصلي، تعتبر مرجع ليك لاي حاجة انت عايزها. يعني بص، كل الكلاسات اللي احنا شرحناها الا شوية كلاسات بس ايه ما شرحناهاش، اللي هي الكلاسات اللي هي يا اما يعني مالها، احنا الدورة بتاعتنا اللي هي علاقة بالملفات والدايركتوري، في برضو حاجات بس مش خاصة بالاي او بتاعت الملفات والحاجات دي، هشرح ان شاء الله برضو. بس مش في الدورة دي. عندك برضو هنا انت ممكن تحمل كل ده بي دي اف هنا، بس ما انصحكش ان هو البي دي اف ده انا حملته، بس ايه في حاجات مش متعدلة، يعني في حاجات في مكتبات اتضافت ولسه ما اتضافتش في البي دي اف، في حاجات ناقصة في البي دي اف نفسه اصلا. شايف ايه ده؟ ماشي، في حاجات ناقصه في البي دي اف ده اصلا. ف يعني ايه، ما يعني حمل البي دي اف ده بس في يعني خليك على الموقع برضو، يعني خليك مع الموقع احسن. لو انت حمل بي دي اف يعني لو انت ما عندكش نت على طول، يعني بي دي اف حجمه 10 ميجا. مش عايز اطول عليكم، بس نخش كده في الدرس على طول. الدايركتوري انفو، الفايل وفايل انفو هي الدايركتوري والدايركتوري انفو، بس بتتعامل مع الفايلات اللي هي الاي تي اكس تي والاكسل، اي فايل. اول في الفايل هنشرح دلوقتي الفايل انفو سهله جدا، هنقولها في دقيقتين ثلاثه كمان، لان هو معظم المسودات بس اللي هنا في بتاع ده في الفايل هي اصلا الموجوده في الفايل انفو. فهنا في الفايل احنا عندنا اول مثلا ميثود هنا اللي هي ابند اون لاينز. الابند اون لاينز دي بتتعامل مع اللينك كيو اللي هو يعني بتاخد هنا سترنج بس الملف، مثلا لو على حسب بقى انت حاطط الملف فين، وبتدخل له اي انيوميريبل سترنج. الاي انيوميريبل سترنج دي هي دي اللاينز او مش عارف الخطوط ولا مش عارف السطور اللي هتضاف للملف، فاهم؟ في منها ان انت تحط الانكودنج، فاهم؟ وممكن تحط ممكن ليها داله السينك. وفي برضو الريد لاينز دي اللي هي بتقرا بقى من الملف وبتقراه وتحط ترجعه لك باي انيوميريبل سترنج كده. نشوف مثال تحت كده، انزل ايوه هنا. تعال كده نشوف الباس بتاع الفولدر بتاعنا كده. عملت هنا فولدرين، واحد اسمه هلو، بس ايه احنا هنمسحهم دلوقتي، يعني ما لهمش لازمه دلوقتي. البرنامج اللي انا عامله او مثلا السطرين بس الثلاثه اللي انا عاملهم دول بيعملوا ايه، بيمسحوا الملفات، بيعملوا ملف جديد بنطلع منه الاجازات اللي في السنه كلها. يعني سهله مش محتاجه يعني، بس انا ايه هو برضو في مثال برضو على الفايل في الفايل دوت ابند لاينز، هو نفس المثال اللي انا جايبه من مايكروسوفت بس شال منه شويه حاجات وحط عليه شويه حاجات. فهنا احنا تعالى كده بنمسح الملفات بتاعتنا عشان نعملها تاني، بنروح لكرييت، بنستدعي ده اللي اسمها كرييت، دي الشهور اللي احنا هنضيفها اللي احنا هنلف جواها، قصدي الشهور اللي احنا هنكتب جواها، يعني الجانيوري فبراوري كل لغايه ديسمبر، ودي الايام اللي هي ساتردي ساندي ماندي. تعالى كده بس اوريك احنا يعني خلاص كده ماشي، بس نشغل البرنامج بس عشان اوريك تشتغل ازاي. دي الاجازات اللي عندنا مثلا في شهر مارس مثلا، انا اوريك دلوقتي كل حاجه اللي انت عايزها دلوقتي، ما تخافش. نزل تحت كده، نزل. احنا بنقول له هنا ستريم رايتر اس دبليو بتساوي نيو ستريم رايتر باس، احنا بندي له الباس اللي فوق هنا اللي هو الهلو دوت تكست. نزل كده فاهم. بنقول ان الداي بتساوي زيرو، بعد كده اس دبليو دوت اوتو فلاش بتساوي ترو. هنا بقى بنلف الشهور بتاعتنا، ومن جواه بنلف الايام، يعني بنلف الايام اللي هو 30 يوم في 12 شهر. بعد كده بعد ما نلف دي مثلا، احنا عايزين نكتب ايه جوه الملف الهلو ده، هنكتب كل ايام السنه من اول 1/1/2019، احنا بنكتب هنا 2019 او ما نكتبش 2019 براحتك، 1/1/2019 لغايه 31/12/2019، هنكتب كل ايام السنه بكل الشهور وبكل حاجه. بنلف هنا ام بتساوي صفر، طول ما الام دي اقل من 12 بنزود على الام واحد، ودي بتساوي واحد، وطول ما الدي دي اقل من او بتساوي 30 زود على الدي واحد.
بننزل كده تحت بنقول له اس دبليو دوت رايت لاين، اكتب في الملف بتاعنا اللي هو اللو ده، اكتب دايز اللي هو الدي، هنا بيخش على الايام بتاعتنا اللي هو المصفوفه دي، وبياخد الصفر ويحطه اللي هو ستار دي. بعد كده بيطبع اللي هو الدي اللي هو اليوم، يعني بيطبع مثلا ساتردي 1 12، ساندي 2 1 كده. المانسز هنا بيروح عند المانسز ويحط فيها الام، اللي هي الام هنا اللي احنا لسه بصفر، فبياخد اول شهر. فهو بيلف مثلا 1 2 3 4، كل شويه بيزود بيزود، لسه ما خرجش بره الشهر، يعني هو لسه مش هيخرج بره هنا لما يكمل الشهر. بعد كده هيروح لكده، هيطلع بره لسه ما كملش الشهر، فهيطلع بره يخش على شهر تاني كده. وطول ما الام بتزيد احنا بنتحرك جوه الري بتاعتنا. فهنا بنقول له لو انت وصلت لاخر يوم في الاسبوع اللي هو السادس اللي هو الفرايداي ده، خلي الداي بصفر واعمل كونتينيو. خلاص احنا كده ايه، احنا وصلنا اخر يوم في الاسبوع، فانت اعمل كونتينيو، ما تزودش داي بلس بلس ولا اعمل اي حاجه عشان هيعمل لك اكسبشن، فانت اعمل كونتينيو. فاهم؟ بس عشان وقت الفيديو، بس انا مش انا هسيب لك الكود ده تحت الفيديو وفهمه، لو ما فهمتش حاجه بقول لي عليها. المهم يعني احنا بعد ما يخلص الكود ده، احنا بنروح هنا بنلاقي هنا طبعا كل شهور السنة جان اهو، كل مهر ابر كل حاجة لغاية اخر يوم في السنة خالص، فاهم؟ ديسمبر ماندي اخر يوم في السنة، فاهم كده؟ بنروح بنفتح هنا الملف بنقول var holidays بتساوي from days in file dot read lines، اقرا كل السطور اللي جوه الملف where days dot contains Friday أو Saturday أو Saturday اللي هو الجمعة والسبت، اختار السطور دي. بعد كده بنقول له هنا ايه، خلي بالك هو بيختار هنا في الأول سطر بيقول له days الهوليديز اللي جوه اللي في السنة كلها، اللي هي الأجازات اللي في السنة كلها. بعد كده بنقول له ايه، اختار الأجازات اللي في شهر سبتمبر مارش از اللي هو مش عارف شهر 3 تقريبا مش عارف. احنا بنقول له from holy in holidays where holy dot contains December، احنا كده خلينا December ممكن نخليها مار، ممكن بقى تتغير الشهر زي ما انت عايز. بعد كده بنقول له فايل دوت ابند لاينز، ضيف اللاينات اللي انا جبتها في الهوليديز ان مارش، حطها في الهوليديز دوت تكست هوليديز ان مارش، حط فيها السطور دي، فاهم؟ بعد كده بنلف بنحول اللي هي الهوليديز ان مارش دي بنحولها ليست عشان نعرف نخش جواها وكده، عشان نعرف نطبعها. بعد كده بالفور اتش سترينج وورد ان اكس اكس، اللي هي الاكس اكس اللي هي الليست اللي احنا حولنا اللي هي اتحط فيها التحويله بتاعت الهوليديز ان مارش، بعد كده بنطبعها. عملنا، تعالى نعمل كده نعمل رن، احنا كده اصلا كده كده بنمسح الملف فوق، فما فيش مشاكل يعني هتحصل. اهو بيقول لنا فرايداي 3 فرايداي 4 10 11 17 18 24 25، دي الايام الاجازات اللي في شهر مارس. فبس هو ده الشرح، المستين دول سهل جدا ما فيهوش حاجه. في ابند اول تكست ده بقى مش بياخد اي انيوميريبل، لا ده بياخد سترينج كونتنت، وفي برضه تدي له انكودنج والاسينج في الاسينج بتاعته. في عندنا بقى مسودات بترجع ستريم رايتر في لما تيجي انت تفتح الملف. ايه المسودات اللي بترجع ستريم رايتر؟ ستريم رايتر عشان تستخدمها ان انت تكتب جوه الملف. في اتنين مسود، في ابند تكست وفي كريت تكست. ايه الفرق بينهم؟ هما نفس الحاجه، بيرجعوا الابند تكست، وكريت تكست بترجع برضه ستريم رايتر، بس الابند تكست بتخلي البوينتر او المؤشر اللي جوه الملف في الاخر حرف خالص لاخر الملف، عشان في اي كلام انت هتكتبه جوه الستريم رايتر ده، الستريم رايتر اللي هو بيرجعه لك ده هيتضاف، مش هيمسح اللي جوه الملف ويضيف عليه، بعكس الكريت تكست اللي هي بتعمل كده، بتعمل ترانكت للملف خالص، بتمسح كل اللي جواه لكن بترجع تكتب جواه تاني. فبس هو ده الفرق بينهم يعني. ففي برضه ميثود ريتيرن ستريم ريدر، دي اللي بترجع ستريم اللي هي اوبن تكست، دي اللي هي بتفتح التكست وتعمل منه ستريم ريدر تقرا منه زي ما انت عايز، هي ميثود واحده يعني. وفي الميثودز اللي بترجع فايل ستريم، الميثود اللي بترجع فايل ستريم هي اوبن واوبن ريد واوبن رايت. اوبن دي انت بتديها السترنج الباس بتاع الفايل اللي انت عايز تفتحه، والفايل مود هتفتحه ازاي، وفي الفايل اكسس والفايل شير. لو انت مش فاهم الحته دي يا ريت ترجع للفيديو الفايل ستريم اللي هو في الدوره برده هتلاقيه. وهنا دي اختصارات بقى يعني، اوبن ريد دي هنا بتفتح الفايل، بتفتح الفايل بس للقرايه. الفايل مود فيها بيكون اوبن، والفايل اكسس ريد، والفايل شير ريد. الاوبن رايت بالفايل مود اوبن اور كرييت، والفايل اكسس ريد، والفايل شير نان. كان في اذر ميثودز هنا، في اللي هي ريد اول بايتس اللي هي بتقرا كل اللي في الملف وبتحوله بتقراه لك ببايتات، في برضو منها الاسينك. في ريد اول لاينز دي، بس دي بترجع لك سترينج،
array of string ومنها فيها من الاسترنج، وممكن تضيف عليها الانكودنج لو انت عايز. في read all all text دي بترجع لك string بس ما بتقراش كلاينز، يعني انت ايه هي بترجع الاول واحده بترجع لك array of string، لكن دي بترجع string على طول. في الريبليس اللي انت بتبدل محتوى ملف لملف تاني، زي في هنا السترنج بس اوف فايل ذات ات از كونتنت ويل بي ريبليس تو انذر، ده الفايل اللي انت عايز تشيل المحتوى اللي جواه تحطه في ملف تاني. بعد كده ده السترنج الفايل تو ريبليس اللي انت هتحط فيه الكونتنت بتاعك. بعد كده سترنج الباك اب، الميثود دي بتعمل ايه؟ بتمسح الاول ملف، بتمسح الملف اللي انت خدت منه الكونتنت وتحط فيه وتحط في الملف التاني اللي هو الملف التاني، وقبل ما هي تحط في الملف التاني ده هي بتاخد منه نسخة احتياطية وتحطها في سترينج، تحطها قصدي انت بتديها بقى اسم الفايل اللي انت عايز تحطه. مثلا مثلا احنا عايزين مثلا ايه يا ساي، بس ايه ماشي ماشي، تعالى كده نقول ريبليس فايل دوت ريبليس، قول مثلا احنا مثلا ايه، تعالى كده نفتح الملف بتاعنا ديبج هلو هوليديز، ده جواها الحاجات بتاعتنا، مثلا نشيل كل ده كده كنترول ايه جي كنترول اس اي كلام خلاص. لو فينا هلو هوليديز ماشي، بنقول له هنا ايه الملف اللي جواه عايزين ننسخه هلو دوت تي اكس تي كده، بنقول له هولي دايز دوت تي اكس تي كده، بنقول له باك اب باك اب دوت تي اكس تي. مفيش اي ميثود تاني شغاله، الميثود دي شغاله بس ايه نشيلها دلوقتي عشان متعملناش مشاكل. string start بس كده خلص، نقفل نروح كده نشوف ايه اللي حصل في الملف. قلت لك هنا هو مسح اللي جوه الملف خالص، اللي مسح جوه اللي هو الملف الاصلي اللي هو الهلو مسحه، ونقل التكست اللي جواه حطها في اسمها هوليديز اللي هو في الملف اللي احنا عايزينه، والباك اب خد نسخة احتياطية من الملف التاني حطها عنده بحيث ان انت لو عايز ترجع للملف تاني بيبقى فيه نسخة احتياطية منه. فبس هي دي فكرة الريبليس يعني. ننزل كده خلاص بقى ملناش لازمة مساحة في اللي هي وصلنا ريبليس في رايت اول بايتس، عايز تكتب جوه الفايل بتاعك بالبايت. شرحنا قبل كده ازاي تحول سترينج البايت في الدرس، كان مش كان في كان درس ايه. في رايت اول لاينز اللي انت بتكتب بالسترينج، في رايت اول لاينز برضو بس دي اوفرلود بتحط فيها الاي انيوميريبل. في رايت اول تكست دي بتحط فيها كونتنت السترينج على طول، ما بتحطش فيه لا لاينز ولا اي بتاع، بتحط فيه تكست على طول. وفي منهم في الثلاث مسودات دول السينك بتاعهم. في جيت اند سيت ميثودز اللي هي المسودات اللي احنا شرحناها قبل كده في الدايركتوري، اللي هي الجيت كرييشن تايم والجيت لاست اكسس تايم، الحاجات دي يعني موجوده برضو هنا في الفايل. بس في ميثود هنا مهمه اللي هي جيت اتريبيوتس. الجيت اتريبيوتس دي بتعمل ايه؟ بترجع لك حاله الملف بتاعك. يعني ايه حاله الملف؟ يعني الملف ده مثلا دايركتوري ريد اونلي، الملف ده ايه يعني، ارشيف ده اللي هو اي ملف تكست بقى، اي ابن جزمه. الكومبريس ده اللي هو مضغوط، ملف مضغوط. تعال كده نفهمها مع بعض. فعشان نفهم الميثود دي بتشتغل ازاي، فاهم؟ اكيد انت عديت على كورس اساسيات وقال لك ان في حاجه اسمها انيوم. الانيوم ده هو القيم، او يعني ايه شرح لك، اكيد انت فاهمها من اي كورس اساسيات انت شفته على الانترنت. في حاجه في الانيومز دي انك تقدر تدي الكائن اللي انت هتاخده من الانيوم ده كذا كذا قيمه في الانيوم ده، مش قيمه واحده لا، تدي له كذا قيمه يعني باور، تدي له 2 3 4 كده باللي انت شايفه ده. عن طريق ايه؟ عن طريق انت بتحط له فلاج اسمها فلاجز، الاتريبيوت اسمها فلاجز، بتحطها له كده فوق. دي بتتهلك ان انت تعمل الحركه دي. احنا بنقول له مثلا خدنا كائن من النيمز، احنا مسمينا نيمز نور عبده رائد مثلا، وقلنا نيمز نيم بتساوي نيمز دوت عبده، وعشان هنا دي العلامه اللي هي بتاعت الاور دي،
اللي هي على العصايه دي، بعد كده بنقول له نيمز دوت رائد، احنا بنديله القيمتين دول. طب ماشي، اسالني هو ازاي يعني دي بقت يعني دي ليست اري دي يعني، اقول لك لا دي مش اري. دي بتعتمد على القيمه اللي انت مديها هنا. بص يعني احنا مثلا لو قلنا نور هنا مثلا بواحد وعبده، واحنا ادينا عبده ورائد، فعبده هنا باتنين ورائد بتلاته. اي رقم هو الكمبيوتر بتاعك، اي رقم هنا هو باينر، هو بيتعامل بالباينري بس، الكمبيوتر بيتعامل بالباينري بس، ما بيتعاملش بيه الارقام دي، ما بيفهمش الارقام ولا التكست اصلا. فالارقام دي بالباينري مثلا اللي هو الواحد كده، هسيب لك موقع تحت كده بيحول الارقام لباينري. مثلا احنا لو قلنا الواحد كونفيرت واحد، اتنين كونفيرت 10، تلاتة كونفيرت 11. فهو بيعمل ايه هنا؟ لكن نفتح تكست عشان نفهم. انت احنا جمعنا ايه هنا دلوقتي؟ بنقول عبده ورائد، فاحنا عبده هنا باتنين اللي هو في الباينري بيساوي كام؟ بيساوي 10، ورائد بكام؟ ب 11. هنا بقى ايه في علامه الاور دي، بيجيب كل خانتين اللي هي تحت بعض، اللي هي الخانه دي والخانه دي، بيشوفهم لو فيهم على الاقل واحده ترو. يعني يقول انت لو شفت بقى اللي هي ترو وفولس، اللي هي مثلا في علامات اللي هي الاف ستيتمنت والحاجات دي، لو في واحده منهم بترو خلاص مش مشكله، بيخش جوه وخلاص، يبقى دي كله بترو. والاند بيبقى لازم الاثنين بترو عشان يخش. هنا لازم، هنا في الاور لازم واحد بس اللي يكون ترو، فالناتج هنا هيكون كده، فاهم؟ هو ده الباينري بتاعك. فالقيمه دي بتتخزن هنا بقى في النيم هنا، فاهم؟ هنا في النيمز هنا. فلما انت بتيجي ترجعها بقى هنا، بنقول هنا ايه، تعالى كده ايه، نشيل كده، نقول عبده اللي هو المثال اللي هو في مايكروسوفت. لو انت فتحت الموقع اللي هو فايل ورحت عند الفايل اتريبيوتس هتلاقيه. هنا بيعمل ايه؟ تعالى كده هنا ايه، بيروح يجيب النيم بتاعتك اللي هي القيمه دي بتاعت الباينري دي، فاهم؟ ويجيب عبده نيمز دوت عبده اللي هو اتنين اللي هو بيساوي كام؟ اللي هو بيساوي 10، ويعمل عليهم عمليه اند. فيعمل ايه؟ فبيقول لازم يكون الاثنين باتنين، لازم اللي يكون الخانتين، فاهم؟ بواحد، اللي هو الخانتين بترو عشان اطلعها ترو. فهنا في واحد واحد يبقى واحد، واحد وصفر صفر، فبيطلع لك النتيجه دي اللي هي صفر او 10. فهنا لما بيجي يقارنها بقى مع النيمز دوت عبده، ده 10 بيساوي 10، فيروح داخل هنا، فاهم؟ تعالى كده ايه، نشيلها كده، فاهم؟ ستارت اهو، طبعها اللي هي الحرف اللي احنا السترنج اللي احنا دخلناه له. فبس هي دي الفكره بتاعت الانيومز دي. بس في مشكله، هي مشكله صغيره قوي يعني في الحته دي. تعال كده مثلا نبدلها مثلا ونخليها مثلا نور اللي احنا ما دخلناهوش اصلا، لما احنا ما ضفناش عليه الاتنين. نور ممكن في دماغك دلوقتي بتقول ايه اللي هيحصل؟ استنى، دخل جوه مع ان النور احنا ما ضفناهوش. طب ليه؟ هقول لك دلوقتي. تعالى مثلا ايه، احنا قلنا الناتج بتاع العمليتين 10 11 قصدي، فنور هنا بكام؟ نور هنا بواحد، فاهم؟ فهو الواحد ده بيساوي كام؟ بيساوي واحد، لما احنا جينا عملناها بالكونفرت طلعت بواحد، فهو بيجي هنا يعمل عليها واحد. لما بيكون في خانات ناقصه بنروح هنا بنضيف صفر، بس مش بنضيف على اليمين، بنضيف على الشمال، فاهم؟ عشان ايه، بنعمل توازن بينهم. تعالى كده نعمل ايه دلوقتي، هو هيعمل ايه؟ هيعمل عليهم عمليه اند، فلازم الاثنين يكونوا بايه، بترو. فهنا واحد وصفر صفر، وواحد واحد واحد بيساوي نور. ايه ده؟ طب انا ما ضفتش نور اصلا. طب هو طلعها نتيجه نفس العمليه، ما فيش غلط في العمليه. طب ليه كده؟ هي دي الباينري، هي دي ساعات بيبقى فيه غلط في الحسابات، وبتضيف ارقام لا بتطلع ارقام بتساوي ارقام احنا ما دخلناهاش اصلا. طب ايه الحل في المشكله دي؟ الحل في المشكله دي ان انت تدخل الارقام اللي انت هتديها في للارقام بتاعتك هنا مضاعفات الرقم واحد، يعني واحد اتنين اربعة تمانية 16 32 64 128 512 1024 كده، طول ما انت ماشي كده اقعد اضرب في اتنين في الرقم اللي عندك، فاهم؟ ده كده مثلا نخلي دي مثلا اربعة، فاهم؟ ايه اللي هيحصل هنا؟ رائد وعبده ماشي، اللي هو عبده ورائد مثلا، فاحنا خليناها هنا بصفر. أربعة هنا بتساوي 100 تقريبا، صح؟
دي حاجات خاصة بقى باللي هي النظم العشرية بقى، واللي هو النظام الثنائي، واللي هو ازاي تعد الثنائي وكده. الحاجات دي لو مش فاهمها متخافش، يعني هي دي حاجات، لا دي موضوع تاني خالص، يعني هي الارقام الباينري دي موضوع تاني لوحدها، بتساوي 100. طب ماشي، هعمل عليها عملية اند، فاهم؟ ولو طالما فيش ارقام متساوية بنحط على الرقم الناقص زيرو، فاهم؟ بنعمل عليها عملية اند، فبيطلع هنا زيرو 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 صفر. هل الصفر بتساوي واحد؟ هل الصفر قصدي بتساوي 100؟ لا، فبيخشش جواها. تعال كده ايه نطبع ايه هو نحوله الانت، اللي هو الرقم اللي هو اللي هو مثلا، تعالى كده ايه ناخد دي كده ايه كنترول اكس نيمز ان بتساوي كنترول في، ونقول هنا هل ال n بتساوي، عشان نعرف نحولها الى سي دبليو convert dot to init 32 n. نقول هنا هو هنا مش هيطبع، يعني هو مش هيدخل هنا. تعال كده نعمل run. بص ما دخلش جوه، ليه بقى؟ لان هو طلع اصلا عنده بصفر، فاهم؟ تعالى كده ايه ندخلها جوه بقى، بس ايه نطبع هنا بقى، ناخد كده كنترول اكس كنترول في، سيبنا كده شوية اهو صفر، اللي هو رقم الباينري اللي احنا عملناه وطلعناه بصفر، اللي هي التلات اصفار، اي رقم اصفار بصفر. ساعات الرقم ده بيتغير، بس عمره ما هيساوي الرقم اللي انت مديهوله لو مش لو انت مش مدخله عليه، فاهم؟ في ارقام برضو ايه، يعني مثلا دي رونج نمبرز، اللي انت تحط 4 و8 و22 هيطلع لك برضو نفس النتيجه اللي هي بتاعت 1 2 3 اللي هي الغلط دي. ممكن تحط هنا برضو ايه كذا قيمه، يعني مش 3 قيم بس، وتعامل بقى باللي هي ايه اللي هي مضاعفات الرقم وكده. فاحنا مثلا عشان نثبت بس المعلومه هنقول فايل اتريبيوتس، فايل اتريبيوتس دوت، في هنا الارشيف. لو رحنا كده شفنا على الارشيف، مش عارف بس هو الماوس هنا بيخفي الكلام، مشكلة هنا في برنامج التصوير، مش عارف هو ظاهر عندك ولا لا. فايل اتريبيوتس دوت مثلا ارشيف، بيقول لنا هو شايف هنا 32، في الكومبريزد كام؟ 1048، في الديفايس 64، دايركتوري 16، انكريبتد 1016 1400، اللي هي مضاعفات الرقم زي ما انا قلت لك. طب ايه بقى اللي بيحصل في مضاعفات الرقم دي؟ فمثلا ايه احنا قلنا 1 2 4 مثلا، خليها مثلا 32 64 128، فاهم؟ احنا ضفنا هنا النيمز عبده ورائد، اللي هو عبده ب 64 ورائد ب 128. تعال كده نشوفهم باينري بيساوي كام. 64 كنترول سي كنترول في و 128 كونفرت كنترول سي كنترول في، والرقم اللي هو لازم نوازيهم ببعض، نحط صفر على الشمال ونعمل اور، لا 1 1 زيرو 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 زيرو، هو ده الرقم اللي احنا طلعناه كده. ايه احنا بنقارنهم مع مين؟ بنقارنهم مع ايه؟ نور 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 كنترول سي، نشوف بقى مرتين ولا لا بقى. كنترول في، نور هنا ب 32. تعال كده نشوف 32 هنا بكام. كنترول سي كنترول في، نضيف اصفار، فاهم؟ بنعمل عليهم على عملية الاند صفار كده خلاص. ساعات بيطلع رقم مختلف بدل الاصفار دي، ساعات بيطلع رقم مختلف لان انا جربتها، بس ايه لكن في المضاعفات ما بيطلعش رقم مختلف. لكن هل في ارقام بتطلع ارقام صحيحه يعني غير المضاعفات؟ في ارقام بس ما بتكونش يعني ايه بتبقى بحظ يعني، فاهم؟ لان الباينري فيها بيكون مختلف ونسبه الخطا فيها، لان نسبه التشابه بتتلغي خالص، فما بيحصلش الخطأ ده معاك لما انت بتيجي تستخدم. لكن هنقعد بقى نجرب في ارقام بقى وكده ونشوف. لا هي سهله قوي، اللي هي مضاعفات الارقام دي وخلاص، اللي هي 32 64 128 الحاجات دي.
فبس لو الجزئيه دي مش راكبه معاك اكتب لي تحت في التعليقات، اي جزئيه مش راكبه معاك اكتبها تحت في التعليقات وان شاء الله هرد عليك. ما تقلقش يعني، ما تتخضش من اي حاجه يعني، انا معاك باذن الله يعني. فهنا بخلص كده، خلصنا الاتريبيوت، نزل تحت كده في موف ان انت بتنقل الملف بتاعك لديستنيشن وبول، دي اللي هو الديستنيشن ده سترينج والباس سترينج، وبول اف اوريدي اكزيستس اوفر رايت. لو هنا لو انت بتقول له لو الملف ده موجود اصلا اعمل عليه اوفر رايت، مش عارف تقريبا لو البول دي لو انت طالب فولس هيرمي لك اكسبشن او مش هنقله تقريبا. في اكزيستس لو انت عايز تتاكد ان الملف اللي انت كتبته، الباس اللي انت كتبته واديته للفايل ده موجود ولا لا، ان هو لو انت بيرجع لك بول بقى ترو لو هو موجود، فولس لو مش موجود. في كرييت ده اللي انت بتعمله، ده انت بتعمل فايل بتدي له انت اللي هو البافر سايز، والفايل اوبشن كرييت دي بالمناسبه بترجع لك فايل ستريم، انت كانك بتعمل كام فايل ستريم يعني، بتدي له البافر سايز كده فايل اوبشنز بعد كده فايل سكيورتي. فبس هي دي ال برضو الجزئيه دي يا جماعه، لو في حاجه مش واضحه فيها يا ريت تقول يعني، ما هو بس يعني. فبس هي دي الجزئيه بتاعت الفايل اللي هو الفايل، بس الفايل انفو بقى يعني ايه، مش محتاج والله، ان مش محتاجه اي شرح، هي نفس الدوال بنفس الحاجات. تعالى كده ايه نفتح، بس هي دي المكتبه كلها فايل انفو. لو انت جيت بصيت هنا في ابند تكست، في كوبي تو كرييت، كرييت تكست، هي نفس الميثودات بنفس الحاله بتاعتها، مفيش اي اختلاف، بس الا في مصيدات بسيطه بس. الفايل انفو متعلقه بس انها ايه، متعلقه بملف واحد، ده الكونستراكتور بتاعها، بتدي له انت هنا بتقول فايل انفو بتساوي اف اف اي مثلا، بتساوي نيو فايل انفو، بتدي له السترنج الفايل اللي انت عايز تتعامل معاه. جيت اكسس كنترول شرحناها في الدايركتوري، والايز ريد اونلي بترجع لك بول لو هو لو هو مقري بس، فاهم او مش مقري. صحيح احنا نسينا نشرح، هقولها لك دلوقتي. ماشي ماشي ماشي. في اللينكس بترجع لك طول الملف ده حجمه بس بالبايتات، في كام بايت جوه الملف ده. في موف تو، في نيم بترجع لك اسم الملف، في اوبن قلناها اوبن ريد اوبن تكست اوبن رايت ريبليس سيت اكسس كنترول، في اللي هي انكريبت، في ده اللي اسمها انكريبت انا نسيت اشرحها في الدايركتوري والدايركتوري انفو، بس مش مشكلة. الدالة دي بتشفر الملف بحيث ان الاكونت بس اللي انت داخل عليه من على الويندوز هو بس اللي يعمله ديكريبت، او هو بس اللي يقدر يقراه بس، فاهم؟ في مثال كده تحت اهو، بيعمل انكريبت للملف، بعد كده بيعمله ديكريبت، ان الملف ده ما يقدرش يتشاف غير من نفس الاكونت، لو انت دخلت باكونت تاني مش هتعرف تقراه. في الديكريبت اللي هي الداله طبعا اللي هي بتعمله ديكريبت. فوتفينا الدايركتوري انفو، الدايركتوري نيم قصدي، بترجع لك اسم اسم الملف الحاضن، اسم الفولدر اللي موجود جواه الملف. الدايركتوري بترجع لك برضو، بس بترجع لك دايركتوري انفو بس. هي دي الفايل انفو، مش محتاجه يعني. وزي ما قلت لك كل ده مرجع ليك، لان موقع مايكروسوفت يا جماعه هو سيبك من اي، سيبك من الفيديوهات الزباله دي يعني، الدوره دي ملهاش لازمه غير لازم لما انت تبص على الحاجات دي، اللي هو الموقع اللي انا قلت لك، اللي هو تكتب بس هنا ايه، هنا ام اس دي ان سيستم دوت اي او، تكتب كده. لا مش وقت النت يبطأ، لا فهو ده، تكتب ام اس دي ان، ده اختصار لموقع مايكروسوفت سيستم دوت اي او، تخش كده فهو ده. سيبك من اي ابن جزم على النت، هو ده اهم حاجه ممكن تشوفها في كل الحاجات اللي انت ممكن تشوفها، المحتوى المقالي والحاجات دي احسن بكتير من المحتوى المرئي. المحتوى المرئي ممكن في حاجات تسقط منك، ممكن ما هتعرف مش هتعرف ترجع لها بسهوله، ان انت تخش الفيديو تاني وبتاع، وكمان ان انت ايه لو واقع على اليوتيوب فانت هتضطر تحمل الفيديو. لا يعني كل ده ملوش لازمه، هي بس المقاله تقراها فبس. هي دي تقريبا اخر حلقه من حلقات السيستم دوت اي او في السي شارب. في برضو في اللي هي الدرايف انفو، اللي هي المتخصصة برضو في الدرايفات، كلها دوال سهلة مفيهاش أي حاجة.
المكتبه دي مش اي او بس، يعني هي بتخصص في الفايلز والفايل الحاجات دي، بس ايه فيها جواها نيم سبيس حاجات، ولو انت شفت هنا في حاجات كتير قوي، يعني في 3 4 مكتبات مختلفين بس عن البقيه، زي الميموري ستريم دي بتعمل لك حقل كده او مكان في الميموري بتقدر تقرا وتكتب منه، هو ده بس ميموري ستريم، يعني كانها حاجه زي الكاش كده فاهم. في هنا برضو ده الباس اللي هو بتقدر تلعب في الفولدرات بقى، ممكن تغير اكستنشن بتاع، تغير مثلا ايه اللي هو تغير اللي هو دوت اي تي اكس تي، ممكن تغيره وتخليه مثلا حاجه تانية اللي انت عايزه. بس يعني مفيش حاجه تاني، بس خلاص. بس هي دي بس الحاجات، ممكن ان شاء الله هنشرحها ان شاء الله لو في وقت، بس ايه حاجات ملهاش علاقه باللي هي الايه الكتابه جوه الملفات والقرايه والحاجات دي. فبس هو ده كان درس النهارده يا جماعه، معلش الدرس خد نص ساعه بس، معلش كبير بس. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، لو ما عجبكش حط اللايك، ولا انا ما عجبكش ليه. يا ريت تكتب اي حاجه مش فاهمها، اي حاجه مش واضحه في الفيديو ده، مش عارف يمكن في مسودات سقطت مني، انا اسف، بس يا ريت تكتبها لي كده تحت، لو انت مش فاهم ان شاء الله ارد عليك. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.